ورحمة الله وبركاته. جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021-2022. جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد: الأسبوع الأول الإسماعيلي والأهلي، الأسبوع الثاني الأهلي والبنك الأهلي، الأسبوع الثالث الزمالك والأهلي، الأسبوع الرابع الأهلي والمقاولين العرب، الأسبوع الخامس غزل المحلة والأهلي، الأسبوع السادس الأهلي وسموحة، الأسبوع السابع فيوتشر اف سي والأهلي، الأسبوع الثامن الأهلي وبيراميدز اف سي، الأسبوع التاسع أجونا والأهلي، الأسبوع العاشر الأهلي ومصر المقصة، الأسبوع الحادي عشر فاركو والأهلي، الأسبوع الثاني عشر الأهلي والتحدي السكندري، الأسبوع الثالث عشر المصري والأهلي، الأسبوع الرابع عشر الأهلي والشرقية للدخان، الأسبوع الخامس عشر إنبي والأهلي، الأسبوع السادس عشر الأهلي وطلائع الجيش، الأسبوع السابع عشر سيراميكا والأهلي. ومن المقرر أن يصطدم الأهلي بفريق الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري، وكان صدامه بالدراويش في الجولة الأولى في الموسم قبل الماضي ونجح في الفوز بهدف دون رد عن طريق محمد شريف. وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للملاعب المصرية مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 لكل فريق في كل مباراة بالموسم الجديد بشكل مبدئي بعد موافقة الجهات الأمنية. وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 18 نادياً.